السلام عليكم. دائما نسمع عبارة واط أو مصباح 100 واط، أو نجد في لوحة المواصفات الإسمية للأجهزة الكهربائية 1000 واط أو 50 واط. سنتعرف في هذه الحلقة على الواط وماذا يعني، وكيف يمكننا من معرفة التفاصيل الكهربائية الأخرى المتعلقة به بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك. الواط ونرمز له بالحرف W هي وحدة قياس كهربائي يعرف بالقدرة الكهربائية أو القوة الكهربائية بالإنجليزية Electric Power. بعجالة تعتبر القدرة الكهربائية هي مقدار الطاقة الذي يستعمله الجهاز في وقت معين، أو بتعبير آخر القدرة الكهربائية هي كمية الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي في ظرف ثانية واحدة. إذن الواط وحدة قياس القدرة الكهربائية، وهي وحدة قياس سنجد كل مضاعفاتها أو أجزائها مثل كيلو واط أو ميلي واط. مرة أخرى أدعوكم لمراجعة حلقة تحويل وحدات القياس الكهربائية التي ستظهر أمامكم هنا أو في الوصف أسفل الفيديو. نرمز للقدرة الكهربائية بالرمز P. لدينا مصباح قدرته الكهربائية هي 100 واط، سنكتبها بهذا الشكل P يساوي 100 W. عندما نتحدث عن كيفية تحديد قيمة القدرة الكهربائية لجهاز ما، فإننا نتحدث عن طريقتين، إما عبر قياسها بواسطة جهاز قياس القدرة الكهربائية الذي يسمى الواتميتر. يتكون من 4 أقطاب للتوصيل، قطبين خاصين بالشدة للتركيب على التوالي عند مدخل الجهاز الكهربائي، وقطبين خاصين بالجهد يركبان على التوازي بين قطبي الجهاز الكهربائي، أو عبر حسابها فهي ناتج عملية ضرب شدة التيار في الجهد الكهربائي لهذا الجهاز، بحيث أن P يساوي U ضرب I. مع العلم أن عملية حساب القدرة الكهربائية لابد أن تكون كلها بوحدات قياس أساسية. عندما يتم صنع منتوج أو جهاز كهربائي، تضع الشركة الصانعة قدرة الجهاز وتضع أيضا الجهد الكهربائي الذي يعمل به هذا الجهاز، وهذه المواصفات التقنية تسمى بالمواصفات الإسمية لهذا الجهاز. وهذا لا يعني أننا سنجد تلك القيمة بالضبط عند قيامنا بعملية القياس في الحقيقة. فمثلا مصباح شدته الكهربائية هي 0.25 أمبير ويعمل بجهد 220 فولت، فإن قدرته هي 55 واط. لكننا لو قمنا بتشغيله في شبكة كهربائية جهدها الكهربائي هو 230 فولت، فإن المصباح سيمنحنا قدرة 57.5 واط. إذن هنالك القدرة الإسمية التي توضع على الأجهزة الكهربائية من طرف الشركة، وهنالك القدرة الحقيقية التي لا يمكننا تحديدها إلا بواسطة قياس الجهد والشدة الكهربائية للجهاز وحساب القدرة. في النهاية يجب علينا أن نعلم أن القدرة الكهربائية هي 3 أنواع سنتحدث عنها لاحقا، وهي القدرة الفعالة ورمزها P ووحدتها هي واط، وهي التي تحدثنا عنها الآن. القدرة الغير فعالة ورمزها كيو ووحدتها هي الفارو. القدرة الظاهرية أو القدرة الكلية ورمزها S ووحدتها هي فولت أمبير. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.